وحول عمليات القتل الممنهجة في صلاح الدين مراسلنا مصطفى سمرالي، مرحبا بك مصطفى. يعني الجريمة الثانية خلال أسبوع، حرق عائلة بكاملها أيضا، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. بالتأكيد يعني استفاق لمحافظة صلاح الدين على جريمة ثانية، هي الثانية خلال هذا الأسبوع. يعني هذه الجريمة في قضاء بيجي في الحي العصري تحديدا، عائلة مكونة من رجل وابنه وزوجته. يعني استشعر عمال النظافة صباحا وجود حريق في المنزل، وهرع الجميع للتدخل ووجدوا أن العائلة مكبلة مقيدة، وقد يعني اغتيلت بطريقة مشابهة للطريقة التي جرى تنفيذ مجزرة العباسية في سامراء قبل أسبوع تقريبا. يعني الطريقة مشابهة لجريمة العباسية. هذا الأمر يعني التحقيقات والأجهزة الأمنية ومجلس محافظة صلاح الدين اللجنة الأمنية تتحدث عن أن القضية قضية جنائية وأن الحادث حادث جنائي، لكن الكل في صلاح الدين الآن متخوف من أن هذه الحوادث التي لم تكشف إلى الآن، يعني نتائج تحقيقاتها، متخوف من أن تكون هذه الحوادث إرهابية وليست جنائية، خصوصا وأن طرق متشابهة من خلال عمليات القتل والتقييد والطعن بالسكاكين ومن ثم الحرق. هذا الأمر يعني دب الخوف والرعب في نفوس أبناء المحافظة، خصوصا أقضية سامراء وبيجي التي شهدت هذه الجرائم خلال أسبوع. وبالتالي الدعوات تصاعدت خلال هذه الساعات إلى ضرورة تواجد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية للإشراف بنفسه على هذه التحقيقات، خصوصا وأن الموضوع قد يعطي أبعاد أخرى. البعض يصفها بأنها أبعاد طائفية، وقد يعني تستهدف تغيير ديموغرافية المنطقة من أبناء محافظة صلاح الدين. طيب وبالتالي هذا التغيير، الأمر يعني يتطلب، تقول مصطفى، يعني كما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة صلاح الدين إنها بالفعل جريمة جنائية وليست إرهابية، وقال أنه هناك بالفعل مسلحون مجهولون وثقوا أفراد هذه العائلتين. هل يتم يعني تغيير بالتأكيد الديموغرافي بهذا الشكل؟ يعني هو الأمر، البعض يطلق أن هذا الأمر هو لإرعاب وتخويف العائلات الموجودة في هذه الأقضية، بغية هروبها وخروجها من المحافظة، لأن هذا الموضوع يعطي طابعا لعدم الاستتباب الأمني. وبالتالي الآن محافظ صلاح الدين وجه بإعفاء مدير شرطة بيجي وتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات هذا الموضوع. وما ذكرناه أن الجميع يطمح لضرورة الكشف عن نتائج التحقيق، يعني تقليل الخوف الموجود بنفوس أبناء محافظة صلاح الدين الذين بدأوا يشعرون بخطر حقيقي. ولا ننسى أن هناك حادث آخر، يعني جريمة قتل أخرى كانت صباحا في قضاء الشرقاط لشاب من أهالي المنطقة أثناء دخوله لناحية تلول الباج، وجد مقتولا على جانب الطريق بسيارته. وبالتالي هذه الحوادث تتكرر خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. الأمر يعني جدا أصبح يخيف العائلات الموجودة في محافظة صلاح الدين والتفاعلات. هل تم بالفعل حظر للتجوال خلال هذه اليوم؟ قتل شاب في الشرقاط والعائلة قبل أسبوع وهذا اليوم أيضا، ماذا عن الإجراءات الأمنية المتبعة؟ هل بالفعل سوف يتم حظر للتجوال في هذه المنطقة؟ يعني لغاية اللحظة التطمينات من الجهات الأمنية بأنها حوادث جنائية، ولا داعي لفرض حظر للتجوال في هذه المناطق بحسب الجهات الأمنية. ولكن هو التخوف لدى المواطن موجود وبشكل كبير جدا، والدعوات تصاعدت لضرورة إعادة انتشار القطعات بصورة صحيحة، وكذلك رسم خطط أمنية جديدة في محافظة صلاح الدين، لأن الوضع يعطي انطباع بأن الأمن منطقة باتت غير مستقرة نسبيا، خصوصا وأن هذه الجرائم تصاعدت، وهي الجريمة ربما الرابعة والخامسة خلال أسبوع في محافظة صلاح الدين. ما يتطلب الآن هو موقف حازم من الجميع، من قبل جميع الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات ما يجري في محافظة صلاح الدين، وربما طي هذه الصفحة التي يطمح أبناء محافظة صلاح الدين يعني لطي هذه الصفحة، وعدم العودة إلى المربع الأول، خصوصا وأن المحافظة عانت ما عانت طوال السنوات الماضية. نعم مصطفى السامرائي مراسل التغيير.
من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.